بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين وعن آل بيته الطيبين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضى اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وواسع رحمتك إنك أنت أرحم الراحمين. نسألك اللهم لنا ولجميع المسلمين أن تجيب لنا الدعاء وتحقق لنا الرجاء، وأن تشفينا وإياهم من كل داء، وأن تعافينا وإياهم من كل بلاء، وأن تحفظنا وإياهم من كل وباء برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة الأكارم، أيها الأخوات الطيبات، واللقاء معكم يتجدد من خلال برنامج رؤياك. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة، ثم نقوم بتوثيق رؤاكم والإجابة عليها مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه. ودعاؤنا إن شاء الله دائما أن يعلمنا الله عز وجل ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من فضله علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودعاؤنا لكم أن يجعل الله ما ترونه خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه. حياكم الله. معنا اتصال أختم علي، تفضلي. تفضلي يا أم علي. ويا حياني أم علي. يا حيا إن شاء الله معالي، تفضلي. شيخ عندي كثر رؤيات. تفضلي، بس حاولي تختصرين حتى تتركين مجال للآخرين. لا هن صغار، أول نعم. ودي على والدتي متوفية. نعم رحمه الله. نعم رحمه الله. حلم تكون أنها قاعدة على مثل الدكة ومتجي عليها، يعني مثل الكرسي صايرة. نعم. أي ولابسة دباشة طويلة ومفوطة، بس وأخذت هاي قلة زرعة شلعت ليها وطيتية، ويكون أكو شخص قاعد مقابلها هم نفس الدكة والهاي، يقول لي معجعجة هي صايرة. شنو قالش عفوا؟ معجعجة يعني شلون مفتاحة أو يعني سنانة. اها ما شاء الله. نعم. فهي تطلع عليها وما تحكي. زين عفوا حجيه، لون ثوبها بالرؤيه شنو كان؟ هي كان يعني يمها شجره بس ما بينت الشجره. لا الدشداشه لابستها شنو لونها؟ ما اكدتها يعني. تمام جوزي او بيتي يعني. ماشي. الرؤيه الثانيه لما تكون باختي. نعم. تكون بنيه عمرها 7 سنين هيك، يكرم السامع عظن عارفه بحريكه. نعم. مع أختي وأنا ذبب هي أقولها نكسة. هاي الثانية. أختش على قيد الحياة ولا متوفية؟ لا موجودة. زين متزوجة؟ لا. نعم. متأخرة بالزواج هي؟ إيه. طيب خير إن شاء الله. الثالثة؟ والله حتى نسيتها. تمام، إذا نسيتي هاي واحد ترك العادة. حياكم الله، مرحبا، هلا بالحجية. معنا اتصال؟ اخونا احمد من الموصل، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا اخي الحبيب، حياك الله. شيخنا انا شفت بالرؤيه. نعم. بان تعوذن بمسجد. تاذن بمسجد، نعم. الوالد عوذن يمي غلام لابس يعني طفل. نعم. لابس هدوم بيض وعيونه صبر وكان هيئه يعني ما شاء الله. نعم. انا تعوذن يعني هذا الطفل ايش قاعد يعني الرؤيا شفته يعني. الطفل بالرؤية إلك هو؟ لا مو إلي، الطفل مو إلي، بس لا تهدون بير يعني ما شاء الله منظره. نعم. طيب خير إن شاء الله. مجال عملك شنو أستاذ أحمد؟ والله أنا أشتغل عامل كاسب. كاسب، الله يفتح عليك. نعم. إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله، خير، حياك الله، يا مرحبا. نعم نعم. أكو اتصال جديد، نعم نستقبله. ألو
تفضل يا ام زينب، حياك الله. ام جنة تفضل يا ام جنة. الو. نعم ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا ام جنة، حياكم الله. اهلا وسهلا. بدون زحمة شيخنا، اني على طول احلم. نعم. يعني زوجي بالحلم يتزوج علي. لا قدر الله. ايه الله يخليك. الله يسلمك. نعم. ايه طيب، هو بالواقع ما متزوج عليك، تمام؟ لا لا ما متزوج. زين، هو يتكلم بالتعدد او بالزواج كثيرا ولا ما يتكلم بهالموضوع؟ والله هيك نوبات يعني شاقه، وهاي يعني بالشقه، بس انا على طول احلم هذا الحلم. زين، هو موظف؟ اي موظف. وظيفته يعني شغلته كثيرا عنكم؟ نعم. وظيفته شاغلته كثيرا عنكم، يعني تغيب عن البيت لا كثيرا لا لا. بسبب الوظيفة؟ شنو وظيفته؟ لا لا هو بالعكس، موظف. قصدي وظيفته شنو؟ عفوا، موظف. والله افتهم عليك، يعني مثلا معلم، مدرس، سلك أمني، عسكري، شنو يعني مثلا؟ لا لا موظف. تمام تمام. طيب موظف موظف، خير إن شاء الله، أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله. يا مرحبا يا أم جنة. نعم، معانا الأخ الزهراء، تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. صحة. حياكم الله، الله يجزيكم خير، يرحم والديكم. شيخي عندي رؤية. نعم تفضلي. والدي معتقل صار له 7 سنوات. ربي يفرج عنه إن شاء الله. نعم. الله يسلمك. وبيبيت مشايخته بالمنار. نعم. رايحين معاه يعني أصدقائنا، فهذا الشخص أصدقائنا بيوزع برتقال. نعم. فشو اسمه هو يعني دايلهم نعطيهم كيلوين. نعم. هو ابويا قال لي اريد اوزع يعني. عادي بيت قال لي شو تسوي بيها؟ قال اريد اوزع يعني. لمن يريد يوزعها؟ يعني هو يريد وزن عشان يوزعها، يعني هي صارت تطالع ويوزعون برتقال، هو رايح بياخذ. قال للشخص اللي بيوزع قال له عندك للبيع اريد وزن عشان اريد اوزعها. نعم. طيب خير ان شاء الله، نسال الله ان شاء الله يفرج عنه. الوالد كان مزارع هو كان مزارع بالواقع؟ هو لا مو مزارع، هو اصلا هو الشخص ذاك اللي بيوزع نطركيه بوين لابويا، بعدين ابويا قال له اريد وزن كيان اريد اوزعها. ايه طيب، واضحه الرؤيه واضحه، بس اقصد الوالد شنو كان مجال عمله؟ ابويا كان امام خطيب. امام خطيب. ربي يفرج عنا ان شاء الله عاجلا غير اجل ان شاء الله. ابشري يا استاذ كريم. امين يا رب العالمين. تسمعين الجواب، حياكم الله. يا مرحبا يا مرحبا، حياكم الله. نعم. نعم. معنا الاخت غيداء، تفضلي. تفضلي يا اخت غيداء. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحبا، حياكم الله. كيفنا؟ انا يعني عندي رؤيه عن اخويا. نعم. اخويا شهيد. نعم. يعني الله يفرج عنك. عندي احلام تتكرر وياه، بس نعم. اخر حلم يعني شويه غريب حسيته. طيب. هو اجاني بيتي وهذا اخذني المكان، هو يعني شلون يمكن بالحلم يشتغل في المكان، قال لي امشي وياي على هذا البيت، واخذني يعني شلون من منطقتي على مكان، شلون مكان حلو، شلون اللي بالخارج مكان حلو. فد مره قال احنا بنشتغل بهذا المكان، بس اللي يشتغل بهذا المكان لازم يجيب وحده وياه. اخذني انا مشيت رحت وياه، فخلاني بهذا المكان يعني كان مكان كلش حلو، خلاني بي وراح. قلت له وين تروح انت، وين تعوفني؟ قال انا اروح اعوفك هنا واروح. انت هذا الحلم، من درد انت اعرف تفسير هذا الحلم؟ هو يعني مسجون ولا مفقود؟ لا لا هو شهيد. سجين، يعني عندكم اخبار عنه تتواصلون وياه؟ لا لا شهيد، هو مستشهد. شهيد مو سجين. نعم. لا لا شهيد مو سجين. سبحان الله. يعني هو من انت رحت وياه وشوفش هذا المكان الحلو، بعدين تركتش بالمكان هو راح لغير مكان؟ عاطي بهذا المكان وراح هو، قلت له ليش ما تاخذني وياك؟ قال لا انت تبقى بهذا المكان وانا اروح. طيب خير ان شاء الله، خير. ابشري، تسمعين الجواب ان شاء الله. حياك الله ياخذ غيداء. نعم. معانا الاخ سلام، تفضل اخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، حياكم الله. عندي سؤال آخر رقمك الخاص. ايه ابشر ابشر، ممكن شباب تنطور رقمي الخاص، الله يحفظكم، الله يرحم والديكم. نعم. طيب تدلل اخي. نعم. معانا اتصال اخر.
إذا أكو اتصال آخر انطونا إياه. معانا الأخت أم عبد الله، تفضلي. سؤال شيخ لازح معك. نعم تفضلي. ألو. أقول لك شيخ، نصينا التلفزيون واسمعينا من الجوال يا أم عبد الله حتى صوتك يكون واضح. نعم تفضلي. حلمت ورد عن سجل، شلون أنا طايرة؟ نعم. نعم. اي نعم. ايه طايرة يعني شلون هيك لي جناحات وطايرة ويا ابني. يعني انت كانه طايرة بالجو؟ اي ورا وبنسجل قريت قرآن وطايرة بالجو. انت وابنك؟ اي انا وابني طايرين وصرنا يعني شلون فتنا بجنة او شيء هيك يعني مكانات حلوة حيل. ما شاء الله. خير ان شاء الله. زين ابنك ايش قد عمره الله يحفظه؟ عمره سنة وشهرين. سنة شهرين. انت من المحافظين على صلاة الفجر يا ام عبد الله دائما بوقتها؟ اي الحمد لله والشكر. ربي يعينك ان شاء الله يوفقك. نعم. الله يسلمك. خير ان شاء الله، ابشر. تسمعين الجواب حياك الله. يا مرحبا. معانا اتصال؟ هذه اكو اتصال لو عركه. نعم. ابو علي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخي الحبيب، حياك الله. الله يرحم والديك، الله يبارك فيكم، تفضل حياك الله. شيخنا عندي جدي. نعم. نعم. نصينا التلفزيون أبو علاوي واسمعنا من الجوال حتى الصوت يكون واضح، نعم. تقول يعني هي والدتها ووالدتها. نعم. يشيلوا الطريق يقول شايفين جامع. ماري بالجامع يقول الشرطة ما نحها ما في شرطة بالباب ما نحها. نعم. الجامع يقول الجامع شايفين بشخص لابس ملابس بيه وترة بيه. نعم. نعم رحمه الله. نعم رضي الله عنه. نعم. قال لو هاي شنتك خلي تبلغ عمها لان الدار الساكن بيها مزينه خبير حل عنها. قالها قالت شنتك شبيها شو تسوي عفوا؟ يعني هو الحجي بنته وياه. ايه. هو بنته عندي يعني كنا موجوده عندي. ايه نعم. ايه قال له بلغها خلي تبلغ عنها بانه الدار اللي ساكن عليها مزينه خبير حل منها. زين الله يحفظك. والدار اللي انت ساكن بها اخي الحبيب اكو فد مشكله بها شيء؟ والله هي يعني بها اموال قاصرين او ورثه او شيء؟ نعم؟ اي بس اقصد هي اكو عليها مشكله مثل ماليه او استحقاقات ورثه او كذا؟ مشكله واكو حفره على يعني طفل على البنات ما جايه قسمتي. ومشاكل جاسر عائليه لا حول قوة إلا بالله. نعم. ويعني أمراض عندي دائما أمراض بالعائلة يعني دائما أمراض يعني أقل واحد عندنا يمكن حوالي بالأربع عمليات خمسة سنة. لا حول قوة إلا بالله. نسأل الله العافية، نسأل الله إن شاء الله يشافيكم ويعافيكم أخي الحبيب. الله يسلمك وإن شاء الله دعاءكم. دعاء الصالحين، أبشر تسمع الجواب إن شاء الله أخي الكريم. الله يرضى عليكم إن شاء الله. آمين يا رب آمين، الله يرحم والديك ويجزيك خير، حياك الله. حياك الله يا مرحبا، نعم. معنا اتصال ولا؟ اكو عندنا رؤى متعددة. نعم الأخت طيبة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخت طيبة، حياكم الله، الله يرحم والديكم ويبارك بكم، يا مرحبا تفضلي. الله يسلمك شيخ. أنا بس حلمت بالحلم أنا جاي أمشي على سد مال ماي. نعم. أنا وخالاتي وأمي وياي. نعم. برنا هذا السد طبنا بالماي عبرته، ماما كانت شايلة موبايل، هذا الموبايل وقع بالماي. لقيته اني طلعته من الماي. نعم. الموبايل كل شيء ما بيه. رحنا نمشي، من مشينا صارت الدنيا المغرب. نعم. كان بارك السماء، كان السماء انكتب بها كلمة الله. نعم. اي بس من انكتبت كلمة الله بالاسم بالورد انكتب. نعم.
قلت الماما، قلت الماما باعي تشوف هاي كلمة الله انكتبت بالسماء. قلت الماما تريد الشغل، اختفت الكتابة. نعم. ايوه. ردت مرة ثانية، أنا بس أشوف انكتبت مرة ثانية. ايوه ردت انكتبت، انكتب الاسم الله محمد رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ايوه. طيب. هو هذا الحلم. الوالدة ما شافت الثانية أيضا ولا؟ الثانية شافتها. شافتها. نعم. طيب. نعم. خير إن شاء الله، أبشري. تسمعين الجواب يا أخ الطيبة، حياك الله. يا مرحبا. نعم. معنا اتصال؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، نأخذ فاصل ثم نعود للتفسير، فانتظرونا حياكم الله. حياكم الله من جديد أحبتي الأكارم. كان معنا مجموعة من الاتصالات، نبدأ بتفسيرها. مستعين بالله عز وجل، متوكلين عليه. بداية بالأخت أم علي، ذكرت أنها رأت في الرؤيا والدتها رحمها الله وهي متوفية، رحمها الله برحمة الواسعة، كانها جالسة على أشبه بالسرير بالعامية، إحنا نسميها دتشة، ومتكئة عليها وتلبس ملابس طويلة، فأعطتها ثمرة اليقطين اللي احنا ايضا نسميها بالعامية القرع او القسم يسموه الشجر، اليقطين كما ذكر في القرآن الكريم. وكان يعني على يعني مقربة منها رجل، قال يعني كان قال هي مرتاحة او سمنانة الى اخره، لكن هي لم تكلم الاخت ام علي. اقول والله تعالى اعلم اختي الفاضل، يعني هو يعني اكثر من اشاره في الرؤيا ان شاء الله تدل على يعني تنعمها، واسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يجعلها من المنعمات في قبرها، وان يجعلها في روضه من رياض الجنان لا في حفره من حفر النيران، منها كونها تجلس على سرير، كونها تجلس على اريكه او على سرير. الله عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين، ففيها اشارات طيبه ان شاء الله. ايضا كونها متكئة، والاتكاء يدل على الأمان ويدل على الاطمئنان، وكونها تلبس ملابس يعني سابغة وساترة، وكون هذا الرجل أيضا قال عنها بأنها مرتاحة أو بأنها متعافية، فإن شاء الله كله يدل على خير. يعني لا تنسي والدتك، فموسم البر لا ينتهي بموت الآباء والأمهات، وإنما يستمر في حياتهم وبعد وفاتهم، فلا تنسونها من الدعاء والاستغفار والصدقة، لكن الرؤية إن شاء الله فيها خير إن شاء الله. أختها أيضا تقول أنها يعني بنت، فرأت يعني كأنه بنت يعني في عمر 7 سنوات، كأنها تعض على نعالها بأسنانها، والأخت أم علي تقول لها أنزليه يعني حتى تنزله من فمها أجلكم الله، علما أن أختها هذه يعني عزباء غير متزوجة، وهي أيضا متأخرة بالزواج. يعني هو النعل أو الحذاء له في بعض الأحيان دلالات على الزواج، وله دلالات أحيانا على وسيلة الكسب، الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، والإنسان إذا مشى يحتاج إلى يعني وسيلة يعني إلى حذاء أجلكم الله يضعه بقدميه لكي تقيه حر الأرض يعني، وتقيه دواب الأرض وهوامها والأشواك وغيرها إلى آخره، فأحيانا هو يدل على وسيلة الكسب، وأحيانا يدل على ما يتقى به يعني خلال الكسب، له دلالات كثيرة بعضها دنيوية وبعضها أخروية والله تعالى أعلم. لكن على العموم يعني قد يكون لك دور إيجابي، قد يكون لك دور إيجابي في نصح أختك بشكل مباشر أو في تجنيبها بعض المتاعب وبعض المشاكل، وأسأل الله أن يختار لها الخير حيث كان والله تعالى أعلم. الأخ أحمد من الموصل يقول رأى في الرؤيا أنه يؤذن في مسجد، وكان على مقربة منه غلام يلبس ملابس بيضاء وكان جميلا إلى آخر ذلك. قول أخي الحبيب يعني بالنسبة للأذان له دلالات، بعض العلماء قالوا عن الأذان يعني أنه يدل على الأذان نفسه، أو أنه يدل على تلبية النداء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يعني أن إذا أذن المؤذن أن نقول كما يقول، وكذلك أن نلبي نداء الله عز وجل، يعني أي أن نذهب إلى المسجد فنؤدي الصلاة في وقتها جماعة في المسجد إلا لعذر كالمرض أو السفر
يعني أو الخوف الشديد إلى آخره. فالأذان أحيانا يدل على الأذان نفسه أو يدل على تلبية الأذان يعني الصلاة. في أحيان أخرى الأذان يدل على الحج، فالله عز وجل يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم إلى آخر الآيات. فإن شاء الله أيضا يعني الرؤية دلالتها خير. الطفل الصغير غلام أحيانا إذا كان لك فهو بشارة خير لك، وإذا كان لغيرك فكأنه يدل على أنك يعني إن شاء الله تحظى ببشائر الخير وتبشر غيرك بالخير من خلال محافظتك على الصلاة وأدائك للصلاة في وقتها يا أخونا أحمد من الموصل إن شاء الله. فأسأل الله أن يبشرك بالخير في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك من المقيمين للصلاة والمحافظين على الصلاة في وقتها في المسجد، وأنك أيضا تحث الناس وتدعوهم إلى الله لكي يحافظوا على الصلاة في بيت الله إن شاء الله. أم جنة تقول دائما ترى في الرؤيا أن زوجها يتزوج عليها، علما أنه قد يمازحها في هذا الأمر، لكنه لا يطرح هذا الموضوع بشكل جدي ولا يفكر بالزواج على حد علمها. أقول أختي الفاضلة، يعني هو زواجه من غيرك قد يدل على حديث نفس، أنك مهتمة بهذا الموضوع، قلقة من هذا الموضوع، تخافين على مستقبلك معه أن تشاركك يعني زوجة أخرى بهذا الزوج. هذا أمر وارد أن يكون حديث نفس. أحيانا لو قلنا بأنها رؤية وأردنا أن نعبرها، الزوجة الثانية ليست بالضرورة تدل على الزواج. إن تزوج فقط فزواجه قد يدل على يعني تجديد الحياة الزوجية، تجديد المحبة والمودة والسكينة بين الزوجين بينك وبينه. لكن إن كانت في الرؤيا هنالك زوجة لا، فقد يدل على انشغال الزوج عن زوجته وعن أهل بيته بأمور أخرى، مثلا الكسب، الحرفة، الوظيفة، الدراسة، السفر. يعني أحد الصالحين كان عنده مكتبة كبيرة وكان ينشغل بالقراءة في هذه المكتبة كثيرا، فكانت زوجته تقول هذه المكتبة أو هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، يعني لو زوجي تزوج 3 زوجات بعد وياه ونصير احنا 4 أهون علي من هذه المكتبة، لأنه هي مستغرقة أكثر وقته. يعني هو غارق في الاطلاع على العلوم والقراءة والكتابة والتصنيف والتأليف إلى آخر ذلك. فيعني أحيانا يدل على شيء يعني ينشغل به الزوج، وذلك أمر يعني لا ترتاحين إليه، مثلا الوظيفة أو مثلا السفر أو حرفة معينة، مهنة معينة، عمل معين وهكذا. لكن لا تقلقي إن شاء الله، وهذا الأمر إن كان مقدرا فاعلم أنه ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. لكن هنالك مجتمعات قضية التعدد ليست يعني محدودة، وإنما تكاد تكون يعني معدمة أو معدومة، يعني ليست موجودة قضية التعدد، وليست مألوفة وليست معروفة وإن كانت شرعية. وهنالك مجتمعات قضية التعدد أصبحت مألوفة فيها، يعني الزوج إذا خرج 2 ساعة زمان من البيت يعني وارد أنه يأتي بزوجة ثانية أو ثالثة، فحسب يعني العادات والتقاليد. أما من الناحية الشرعية فالتأصيل في هذا الأمر واضح والتفصيل فيه واضح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الفقهاء، والله أعلم. إن شاء الله خير. كان عندنا اتصال لأخت الزهراء، والدها معتقل إمام وخطيب منذ 7 سنوات، رأته جدتها في المنام وهو رأى رجلا يوزع البرتقال أو يبيع البرتقال، فأراد أن يشتري منه وزنتين. قال له ما تفعل بها؟ قال يعني أقسمها أو أوزعها، أتصدق بها، يعني الأحرى أتصدق بها. فأقول أخت الطيبة زهراء، نسأل الله أن يفرج عن والدك فرجا عاجلا قريبا. هؤلاء سجناء الكلمة ومعتقلي الكلمة، كثير يعني من الأئمة والخطباء قتلوا في العراق أو اعتقلوا بسبب قولهم لكلمة الحق، وهذا هو من أعظم الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، وقال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه فقتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يفرج عنهم إن شاء الله فرجا عاجلا قريبا. الرؤية والله تعالى أعلم، يعني هي فيها إشارات على قضية الصدقة، من ضمن مفاتيح الفرج العظيمة التي يغفل عنها الكثير من الناس في شفاء المرض وفي العافية من الابتلاء وفي الحفظ من الوباء وفي تيسير العسير وفي إطلاق الأسير وفي سداد الدين وغيرها من الأمور. مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج هو الصدقة، وخصوصا صدقة السر، ما تستطيعونه
فواكه، خبز، تمر، لحم، مبلغ من المال، ثياب، أتصدق بها وأتحرى عن المحتاجين، عن الأرملة، عن اليتيم، عن المسكين، عن الفقير، عن عابر السبيل وغيرهم من مستحقي الصدقات والزكاة، فأعطيهم هذه الصدقات بنية الفرج عن والدك. وأسأل الله بمنه وكرمه وعطفه ولطفه وحنانه وإحسانه أن ينفعكم عامة، وأن ينفع الوالد خاصة بهذه الصدقات، وأن يجعلها سببا في التفريج عنه، طبعا بما تستطيعون. لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الإنسان يقول أنا ليس عندي أموال أتصدق بها، لكن ممكن بالبيت يكون عنده طنين تمر وما يصدق من يمن، هذا خير كثير. هو لا يعني لك شيئا، لكن يعني لغيرك أشياء. يعني قطرة ماء لا تعني لك شيئا، لكنها تعني لطائر كاد أن يهلك من العطش، تعني له الحياة. كذلك كيلو التمر اللي ببيتك وأنت مستغني عنه وتراه لا شيء، هو لعائلة كاملة يشبعهم وجبة وخلاص يأكلونه في العشاء وينامون. رغيفين خبز ثلاثة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يعني طابخ مرقة، إذا ما تريد تصدق باللحم اللي بيها زيد الماء مالها شوية وانطل جيرانك معون. خلي هذا برنامج يومي، يومية أطعم لي مسكين، أطعم لي جائع، بنية التفريج. وإن شاء الله ترون خيرا إن شاء الله، والله أعلم. أخت غيداء، يعني زهراء أبوها مسجون وغيداء أخوها مسجون، وماكو بيت من النادر في هذا البلد إذا ما بي شهيد أو بي مسجون أو بي معتقل أو بي مفقود، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. تقول أن أخوها مسجون دائما تراه في الرؤيا، لكن رأته في رؤيا غريبة كأنه جاء، عفوا ليس مسجون، قالت شهيد للتصحيح. وهذا طبعا معتقل، سجين، مفقود، شهيد، نعم. تقول فرأته في رؤيا غريبة كأنه جاء إليها، فذهب معها إلى مكان كأنه يعمل فيه، وقال لها إن هذا المكان كان جميل جدا، هو يعمل فيه، لكن كأنهم لا يعني لا يسمحون لأحد بالدخول فيه إلا أن تكون معه امرأة، فأخذ أخته معه. بعد ذلك ذهب ليتركها، قالت: أين تذهب؟ قال: أنا أذهب وأنت تبقين هنا. فلم أذهب معه. أقول يا أخت غيداء، الله تعالى أعلم، يعني هو أسأل الله أن يكتبه في عداد الشهداء فلا نعلم سر قتله وسبب قتله ومصدر قتله. المهم، لكن كونك ذهبت معه إلى مكان وقال هذا مكان عمله، هو الميت ينقطع عمله، لكن الشهيد يختلف عن بقية الأموات في جريان العمل وفي جريان الأجر. فكأنه يعني كأنه إشارة لك أنه كما أنه زرع في دنياه وحصد في أخرى، أن تزرعين في هذه الدنيا لأجل الآخرة، فأنت إلى ما صار إليه صائرة، وإلى ما رحل إليه راحلة. كلنا نرحل، أنا وأنت والجميع يرحلون، إن شاء الله يكون بعد طول عمر وبعد حسن خاتمة وحسن عمل وحسن قول وحسن قصد وحسن نية، لكن القصد، قضية الرحيل قضية حتمية. فكأنها دعوة لك أنه ها هنا كنا نعمل، هذه الجنة التي رأيتيها، المكان الجميل جدا، هي الجنة العاجلة، جنة الدنيا، جنة الإيمان، جنة اليقين، جنة العمل الصالح، جنة الرضا، جنة القرب من الله عز وجل. فإذا دخلها العبد بعد ذلك هي تؤهله للدخول في جنة الآخرة، حيث الخلود وحيث النعيم الدائم والمقيم بجوار رب العالمين، بالنظر إلى وجه الله الكريم، بجوار سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن شاء الله. فهي دعوة لك، أما بعد ذلك غادر المكان، فهو ذهب إلى أين؟ للآخرة، وأنت تبقين في الدنيا. فكأنها بطاقة دعوة لك أن تعدين الزاد لأجل الآخرة، تذكير لك أن لا تغفلين. يعني الدنيا نعمة مطية العبد المؤمن، الدنيا يعني الدابة المطية التي يركب عليها، إذا ركبها أوصلته، توصله إلى الآخرة، وإذا ركبته أهلكته. والدنيا كما يقول العلماء: الدنيا في اليد حلال، الدنيا في الجيب حلال، الدنيا في القلب حرام. يعني الدنيا ينبغي أن تكون في أيدينا، نصرفها في طاعة الله كيف يشاء سبحانه وتعالى وكيف يريد، لكن أن تسطو على قلوبنا فتفسد علينا قلوبنا وتفسد علينا آخرتنا، لا ينبغي أن نفعل ذلك، والله تعالى أعلم. فإن شاء الله رؤيا خير يا أخت غيداء في حق أخيك الشهيد، وهي أيضا موعظة لك وتذكير لك أنه دائما يعني أعد العدة للآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة،
ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. عفوا. أم عبد الله تقول رأت بعد الفجر كأنها هي وابنها الصغير سنة وشهرين الله يحفظه إن شاء الله ويجعل من الصالحين كأننا نطير، ثم وصلنا إلى مكان كان جميل جدا يعني فوق في السماء. أقول يا أم عبد الله يعني إن شاء الله الرؤية يعني تدل على هذه ثمار العبادات التي نؤديها. الفجر هذه الغنيمة العظيمة المباركة، الذي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، صلاة العشاء في جماعة تعادل نصف يعني قيام نصف الليل، صلاة الفجر في جماعة تعادل قيام الليل كله، صلاة الصلاة بشكل عام وصلاة الفجر بشكل خاص تشعر فيها يعني حلاوة الصلة بالله وطعم القرب من الله ولذة الوصال بين يدي الله عز وجل. صلاة الفجر محروم كل الحرمان من لا يصلي، ومحروم أشد منه كثيرا من لم يتذوق طعم صلاة الفجر، وخصوصا جماعة، وخصوصا في المسجد في حق الرجال أو جماعة في البيت في حق النساء، عظيمة هذه الصلاة. فإن شاء الله أنت يعني من أهل الفجر قلتي ومحافظة على صلاة الفجر أخت الطيبة أم عبد الله، مأجورة إن شاء الله. فالطيران كأنه يدل على تحليق الأرواح، يعني كأنك حلقت بروحك إلى 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 الجنان ببركة ماذا؟ ببركة الصلاة. والصلاة هي بحد ذاتها هي معراج روحي، هي معراج روحي. الإنسان إما أن يركن إلى روحه أو إلى نفسه، إذا ركن إلى نفسه فإنه يركن إلى الطين الذي خلق منه، فنجده يركن إلى الشهوات، إلى الشبهات، إلى الملذات، إلى النوم، إلى الزواج، إلى الأكل، إلى البيع، إلى الشراء، هكذا. لكن إذا كان يهتم بغذاء الروح فإنه يعرج بروحه معراجا سماويا، تحلق بروحه كأنها مع الملائكة السفر الكرام البررة، من خلال قراءة القرآن، من خلال ذكر الرحمن، من خلال الصلاة، من خلال غيرها من العبادات. فإن شاء الله خيرا رأيتي أختي الفاضلة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. أبو علي يقول أنه يعني زوجة ابنه تشنتا رأت رؤيا هي ووالدها ذهبوا إلى جامع فأرادوا الدخول إليه فمنعهم شرطي، ثم دخلوا بشكل قسري فوجدوا شخصا يلبس ملابس بيضاء وله لحية وكذا، فسأل والدها الشيخ قال له من أنت؟ قال أنا الشيخ عبد القادر، أظنه يعني يقصد الشيخ عبد القادر الجيلاني والله أعلم، رضي الله عنه ورحمه الله. فقال يعني لها يعني بلغي عمك اللي هو أبو زوجها أن يرحل من هذه الدار، فإن يعني فإنها لا تصلح للسكن أو فإن فيها مشاكل أو غير ذلك. المهم أخي الحبيب أبو علي، أنت يعني أنا سألتك سؤال، هل هنالك مشكلة على هذه الدار؟ قلت أنا أسكن فيها منذ فترة طويلة، لكن هي فيها مشاكل، فيها متعلقات يعني مالية للورثة وغيرها، وأيضا عندنا مشاكل صحية، فلان عنده 4 عمليات وهذا 5 عمليات وهذا 3 عمليات، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم الجميع المسلمين إن شاء الله. أخي الغالي يعني مؤلم جدا، أحيانا ترى أناس يعني قد فتح الله عليهم قد يمتلك عشرات الملايين أو مئات الملايين أو حتى أكثر من ذلك، يترك الحلال كل الحلال ويذهب إلى قطعة أرض ليتيم فيأخذ هذه القطعة ويسكن فيها. والأدهى من هذا التجاوز على المال العام، هذه خضراء وهذه بنايات حكومية وهذه كذا وهذه كذا فيسكن فيها، هذه فيها حق. يعني أنت تخيل أنه لو اغتصبت أرض مثلا هي مال عام، يعني مثلا بناية حكومية وبنيت بها بيت لك، يعني بنيت بها بيت لك، يعني أنت اغتصبت حق يعني الشعب العراقي كله، يعني عشرات الملايين بيوم القيامة راح يجون يطالبوك بحقهم. يا مقرود أنت يا مسؤول من تظلم وتأخذ تأكل أموال الناس، يا ظالم أنت ما تعرف الله عز وجل راح يسألك عن هذا، ما راح يحاسبك شخص واحد. يا ريت أنت ما كن مال يتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ممكن هذا اليتيم يكبر ويسامحك، لكن أنت كيف تحصل براءة ذمة من ذول العشرات الملايين؟ مستحيلة، هذه مستحيلة. مكيف على اللي تأكله ولا اللي تطعم لزوجتك ولا اللي تطعم لابنك ولا السيارة اللي ركبت ابنك بيها ولا العمارة اللي بنيتها ولا البيت اللي اشتريته؟ والله هذا لا يفرح بهذا إنسان يملك لا أقول ذرة من الدين، حتى ذرة من العقل لا يفرح به. فالمهم يا أخي أبو علي الله يحفظك، يعني أحيانا الإنسان يقول يعني
مثل العرب قبل يقول واحد يمشي بسوق الصفافير ويقول شنو هذا الدق؟ طبعا يعني واحد مرات يقول يا اخي ما ادري منين تجين هاي المصايب، انا شو مسوي؟ اقول يا ربي انا شو سويت جواك، انا هاي المصايب منين تجيني؟ وتسال على الصلاه مقصر في الصلاه، تسال على القران هاجر القران، تسال على بر الوالدين عاق لوالديه، تسال على صله الرحم قاطع للرحم، او مثلا تسال على حقوق الناس ماكل حقوق الناس. فاخي الله يغنيك، يغنيك بالحلال ان شاء الله. هذا البيت اخي اذا به حقوق للورثه، الاخ الاخت الابن البنت اللي لهم حقوق انطيهم حقوق، اقعد وياهم قول لهم يا هذا البيت بيدر، تعال جيب ابو عقاري قيمه وانطي كل واحد استحقاقه، اذا وافقوا انه انت تشتري اشتري وانطيهم كل واحد فلوسه، واذا ما وافقوا انه تشتري انت تطلع من الحسبه، ويبيعون البيت كل واحد ينطوا سهمه وانت تاخذ سهمك وروح اسكن باي مكان واشتري باي مكان. هذا اذا اكو متعلقات ماليه. ما عدا المتعلقات الماليه احيانا احنا نقول هاي المشاكل منين تجينا؟ آيتين بالقرآن عظيمة، رب العالمين يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تبحثون عن الحياة الطيبة؟ والله لا تدركونها في المليارات ولا في الأولاد والبنات ولا في التجارات ولا في السيارات ولا في المقاولات، لا أبدا أبدا لا تدركونها إلا في الإيمان بالله والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا أين؟ في الدنيا، غير ما ينتظرك من الجنة والنعيم في الآخرة. العكس من هذا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك المعيشة في الدنيا والعمى في الآخرة نعوذ بالله، سببه ماذا؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية، نسأل الله ألا ينسانا من رحمته وألا ننساه فينسانا وينسينا أنفسنا. فالعقوبة وخيمة، العقوبة أليمة والعاقبة وخيمة، فينبغي أن نفطن لذلك يا أخواني الأحباء. فإذا أبو علي إذا كل التزامات مالية سددها، هذه الرؤية هكذا فيها إشارة بما أنه فيها المسجد، المسجد يدل على توحيد الله وعلى إقامة شعائر الله وعلى تعظيم شعائر الله وتعظيم شريعة الله. المنع من دخول المسجد ظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فيها إشارة قوية، لكن مع ذلك هم دخلوا، يعني على رغم أن في الظالم المظلوم رسالته واصلة إلى الله، دعوته ليس بينها وبين الله حجاب، فينبغي أن نحذر من الظلم. وإن لم يكن هنالك ظلم ولا استحقاقات ولا متعلقات مالية، لكن هناك تقصير في حق الله، هذه المشاكل وهذه الكراكيب وهذه الأمراض الكثيرة وهذه العمليات الكثيرة كثيرا ما تكون أسبابها إيش؟ البعد عن الله عز وجل، الابتلاء. الله عز وجل يقول لك أنت طالع عن الطريق، أنت ماشي رون سايد، ارجع لصوابك، ارجع لعقلك، ارجع لوعيك، ارجع لدينك، ارجع لله عز وجل. أسأل الله يا أخي الغالي أبو علي إن شاء الله أن يصلح حالنا وحالكم وبالنا وبالكم، وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا بطاعته وفي الآخرة في جنته إن شاء الله. الأخت طيبة تقول يعني كانت هي والوالدة وخالاتها يمشون يعني عند نهر على شاطئ نهر، ثم كان موبايل الوالدة سقط في الماء، ثم استطاعت هي أن تخرجه من الماء، تقول يعني لم يتضرر الجوال في الماء، لم يتضرر الجوال في الماء. يعني كأنه القضية الآن الجوال هو وسيلة التواصل بين الناس، وكون هذا الجوال غرق يعني كأنه يدل إما على الغرق في وسائل التواصل، أو يدل على ماذا؟ يدل يعني على أن هنالك فتور في العلاقات وفي التواصل بين والدتك بين خالاتك أو بين أقاربك، لكن مع ذلك أنت تكوني ناصحة وواعظة ومذكرة الوالدة في ضرورة صلة الرحم، ضرورة بر الوالدين، التواصل مع الأخوة مع الأخوات، ويكون لك دور إيجابي فتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي ويعود التواصل إلى وضعه الطبيعي، فإن شاء الله خيرا. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من ضمن الأمور التي أمرنا الله أن نتواصل بها أن نصل أرحامنا. اليوم وسائل التواصل أصبحت حواجز وفواصل في أغلب الأحيان، لأنها سرقت الإبن من أبيه والبنت من أمها والأخ من أخيه والجار من جاره والقريب من قريبه، فغرق الناس في وسائل التواصل الوهمية وتركوا التواصل الحقيقي الذي أمرهم الله به، ولم يفطنوا إلى قول الله عز وجل فلعسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فقطيعة الرحم تستوجب
لعنة الله، ولعنة الله هي الطرد من رحمة الله، نعوذ بالله. فينبغي أن نفطن أن نفعل هذه الوسائل للتواصل، بالتواصل مع أبائنا، مع أمهاتنا، مع إخواننا، أخواتنا، أبنائنا، بناتنا، أرحامنا، قراباتنا، أن ننشر فيها الخير، ننشر فيها القرآن، ننشر فيها السنة، ننشر فيها أقوال العلماء، ننشر فيها ما أثر عن السلف من صحابة، من تابعين، من أئمة، من غيرهم، حتى ينتفع الناس ويكتب لنا الأجر. أما أن نتهافت وأن نتساقط على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى التليجرام وعلى الانستغرام وعلى التويتر وغيرها، فقط يعني إما أغاني وإما مشاهد من أفلام أو من مسلسلات أو طرف أو نكت، حتى بعضها فيها استهزاء بالدين أو تعدي على الله أو تعدي على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ضياع يا أخواني، والله ضياع. نسأل الله إن شاء الله أن يصلحنا، فإن شاء الله رؤية فيها خير يا أختنا طيبة، أن يكون لك دور إيجابي إن شاء الله مع الوالدة. كلمة الله في السماء رأيتها أنت قبل أن تراها الوالدة، قد يدل على يعني أنك أعمق التزاما من الوالدة، الله أعلم. لكن يعني الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، أو بعد ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها توحيد الله عز وجل والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأسي به صلى الله عليه وسلم. فرؤيتك أنت والوالدة لها إن شاء الله يدل على خير. أسأل الله أن يجعلك والوالدة ونحن وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يسعدنا بها في الدنيا والآخرة. أنا أجبت على رؤى الحلقة، ما أعرف أخونا المخرج بقى وقت ولا ننهي؟ تمام، نعم. بهذا نكون قد أجبنا على رؤى هذه الحلقة. أسأل الله أن يجعل ما رأيتمه خيرا تترقونه وشرا تتوقونه. أسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، اللهم اكشف الهم عنا وعن المهمومين، نفس الكرب عنا وعن المكروبين، اقض الدين عنا وعن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، تقبل شهداءنا وشهداء المسلمين، شفنا وإياهم من كل داء، وعافنا وإياهم من كل بلاء، واحفظنا وإياهم من كل وباء برحمتك يا أرحم الراحمين، حتى نلقاكم على خير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.